بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن مجموع من تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا بلغ 72,239 شخصا حتى مساء أمس الخميس. ودعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المبادرة إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني للحصول على التطعيم مع إمكانية اختيار المركز الصحي ونوعية اللقاح. يأتي هذا فيما جددت الوزارة الدعوة إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة. تأتي توجيهات جلالة الملك المفدى في توفير لقاح كوفيد-19 لجميع المواطنين والمقيمين بشكل مجاني. تأتي استمرارا لأداء فريق البحرين المتميز في التصدي للجائحة بقيادة ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فعنوان المرحلة الراهنة المواصلة بحذر، والتي تتطلب من جميع أفراد المجتمع التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا. فالمسؤولية المجتمعية المشتركة تقع على عاتق الجميع، وترتكز على وعيهم المسؤول لمواصلة البناء على الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة. هذا وتتواصل الحملة الوطنية للتطعيم وسط إقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تلقى اللقاح أكثر من 72,000 شخص حتى الآن، فيما دعت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع إلى المبادرة والتسجيل عبر موقعها الإلكتروني للحصول على موعد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ودعم الجهود الكبيرة والمتواصلة والحثيثة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي لمكافحة الفيروس، حيث أن عدد الحالات اليومية لا يزال لا يتسم بالثبات، مما يعكس أهمية مضاعفة كل فرد لجهوده عبر حثه لجميع من حوله بتشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة في هذه المرحلة من التعامل مع جائحة كورونا.